عدنا مع برنامج تحت السور في جزء ثاني لحلقة الليلة. مرحبا بكل اللي اختاروا يكونوا معنا، وشكرا لكل من الفنان محسن عياد على التبل وسالم خلف على آلة الذكرى. اليوم قلنا باش نحفلوها بالفن الشعبي البدوي التونسي. جونا في تحت السور الليلة نجيب، انا مستغربه كيفاش انت ياسر تحب الجو هذايا، ونعرف زيدا تحب المزود و نحب برشا المزود، نحب غنيه تونس بلادي. بما اني تولدت في تونس دونك نورمالمون طبيعي وبديهي طبيعي، يعني مش من الشعر ولا العين، معناها كل شيء دخلاني راه فوالا كله دونك فهمت. ولي معنا في تحت السور اليوم الفنان نجيب الحسن، معنا زاد الفنانة نعيمة الجاني، والمطرب الشعبي رشيد الماجري. مرحبا بكم. بربي سي رشيد، باش نحكيو احنا على الاغنيه على الفن الشعبي، وحكينا على المزود. الفرق ديما الناس فوغ الشعبي مزود، الوغ نحكيو على حاجه اخرى احنا توا. هو الفن، هو فن، هو كله شعبي، حب يضرب على المزود واللي يضرب على الذكرى. ايه فهمني؟ اما الاصل الاقرب اللي نحن هي الذكرى. اها علاش؟ على خاطر الذكرى نتاعنا. بينما المزود جاينا من بلاصه اخرى. اه مش شك في المزودين نتاعنا. لا لا فهمت على كآلة وك كآلة نحكي فهمني. وهذا الغناء البدوي، هذا الغناء الشعبي، انا اذا كان انا توا في 54 سنة عمري نسمع بالصالحي عمره عنده 300 سنة موجود. 300 سنة. والراجل هذا اسمه الصالحي. ايه. هذا فنان عبد كيما نحن راه. اه. اما اسمه الصالحي. فوالا. ايه. اسمه الصالحي وجات فترة في عهد البي، معناها تربطت سبب الربطية ما عرفتش شنو هي، فهمني؟ ايه. اما لكن عنده هو ما يخصوش نساء. جاوا وحطوهم يغنوا كيفه. اسمه صالح، اسمه الصالحي، الصالحي اسمه اي صالح بن خليفه اللي اعطاه اسمه الطبع هذا ولا الصالحي. المهم جاوه قالوا له وقتها في عهد البي، قالوا له يا برد وراك ما صدت ويا بي ما طول حبالك وسيب الصالحي من الحبس من السجن، ماهوش من الحر مالك، فهمني؟ يعني الصالحي هذا عنده 300 سنه فن الشعبي، هذا الموروث نتاعنا وتاع بياتنا وتاع جدادنا وكان لازم تاع اولادنا، خاطر انا تو قاعد نقري فيه، انا ناثر فيه للطلبه. وفما برشا ينجموا ياثروا اليوم عندي بناتي، عندي بناتي وعندي ولادي يغنيو. اي معناتها ما نخافوش على الفن هذا. المره هذه في مهرجان يغني عندي ولد غنى صالحي اسمه بن علي. علمته له، انا الوحيد نعرفه في تونس. اه انا اللي حفظته من بعدهم. وبقى راسخ في مخي كي قريته، خاطر يتنوت صالحي هذا، خاطر بعض الصالحي ما يتنوتش الا الصالحي هذا. وفي الناس اللي تغني معناها الصالحي على الوتري ماكا، قول حد معناها يا 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 حتى هذه. بينما الصالحي كي نغنوه احنا بلغتنا يا 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 مجروح دم يقطرها يا يا اخواني ومن الدم شغيني شاحت عروقه يا 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 هذا صالحي مثلوثي اسمه في العرضه، ومش طبع تونسي العرضه وراه او يدين اهدى وانا اهدى لا 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 هذا يغنوا اسمه الدبابي بوساب عليا، هذوما يغنوا اهل الجنوب غنوك في قصر الدباب. هي كل منطقه عندها اي بالطبيعه دونك برشا هما في الفن. ثم الاصوات وثم الصالحي. اها الصالحي مثلا يبدا عندنا صالحي لهنا قريب في الشمامه اللي هما في منزل بوزلفه. ومالي اسمه بالشمامه يغنوا في صالح الشمام. بعد من عندهم هو خذاها عزوز قرجم الله يرحمه، من احلى الاصوات في الدنيا في تونس. في الصالحي عنده صوت اسمه قرجم. قرجم. ومن بعد كي تفوت معناها تفوت ولايه نابل، معناها تدخل ولايه سوسه، تبدا من ولايه سعيد من فيضه والمهذبه وانت مش حتى الصفاقس. يبدو المثاليه. دروا دروا، لا مش المثاليه برك، خاطر غادي ثم الصالحي السعيدي وثم الصالحي المثلوثي وثم الصالحي الساسي وثم الصالحي المهذبي اللي تغني فيه فاطمه الله يرحمها. اه
الله يرحمها. ايه هذاك فاطمه صوت من الاصوات الجميله. ومع الناس مراه في تونس تو كلهم اللي يغنوا. صوتها كيفاش؟ كلهم اللي يغنوا. مش خاطر هي توفات الله يرحمها. وما عادش بشتر ما يعرفش تو. الناس الكل تعرف. تعرف من اللي يعرف من ما يعرفش. المهم. واسماعيل حتى. مالا بربي قبل ما نوصلوا اسماعيل حتى بجبدت على فاطمه بوساحه ان بوتيت اوماج الفنانه هذيا اللي غادرتنا واللي ممكن برشا نساوها فاطمه بوساحه في تحت السور. هي المراه التونسيه اللي نجحت في نشر الاغنيه الشعبيه وابهرت بها جماهير المسارح العالميه، نحكيو على الفنانه الكبيره صاحبه القلب الطيب فاطمه بوساحه. في بدايتها شاركت مع عده فرق موسيقيه منها فرقه اسماعيل الحطاب. وعام 1992 بدأت مسيرتها في عرض النوبة للفاضل الجزيري وسمير العقربي. لكن الانطلاقة الكبرى كانت عام 1999 مع أغنية عشي بيني وسع. عشي بيني وسع اركز عشي بيني وسع برا عشي بيني وسع ويا لاني طفلة صغيرة وعاش كاشي بيني وما عشي بيني. وين تصدرت فاطمة بوساحة مشهد الغناء الشعبي النسائي في تونس كونها أول مغنية شعبية تصدر شريط كاسيت. كلمات أغانيها تميزوا بالعفوية والبساطة، الشيء اللي خلاها أكثر شعبية وعزز شهرتها عند الناس. بالرغم من كل الهجمات والتنمر الإعلامي اللي تعرضت له فاطمة بوساحة، كانت ديما مصرة باش تحافظ على هويتها البدوية في حضورها في العروض والحفلات. في 27 أكتوبر 2015 توفيت أيقونة الفن الشعبي بعد صراع طويل مع مرض السرطان وخليت وراها أرشيف كبير باختصار هي ملكة الفن الشعبي التونسي. الله يرحم الفنانة فاطمة بوساحة. برشا عرفوها في البلاتو هذا. وي كل بيرسوناج ما لقوت شخصيا ما كنتش نعرفها قبل. بون نسمع هكا أغنيات ما نعرفش شكون اللي يغني فيهم. ثم اكتشفت نهار في انترفيو مع سمير الوافي. وسمير الوافي ما هو مشاكس فهمت. قال لها توا انت معناها تغني في الزينيت معناها غنى فيه شارل ازنافور وغنى فيه بيكو. ونتفكر الجواب نتاعها واكتشفت المراه هذيا وقوه الشخصيه. قالت له لا واش بيني انا والله. غنيت فيه فارغ الزينيت ماني عبيته والله والمهرجانات انا اللي نعبيهم زيدا. دونك كانت عندها شخصيه اكسترودينير. وكيفاش بنت احسن الحقيقه خاطر معروفه بالاعمال الخيريه من غير ما تستنى في حاجه رتوخ. بدي تحكي لي وحده تعرفها وحده حبيبتي تسكن بجدابها قالت لي ديما اللي ما تطيبش هكا كيما في طنجره ليه طيب في قزان ديما كبير كسوا كسكسي مرتو ودارها ديما اللي تيم واللي ما عندوش واللي مطلق واللي ما عندوش واللي حبيبه واصحابه ديما دارها معبيه وهي توكل في الناس. الله يرحمها وينعمها مراه طيبه برشا وصوتها بدعه راه بالحق صوتها غير فلتة. عادي فلتة. جيت قلت لها قالت لي يا اخي الدار اجا هنيني امي هي مشيت هنيتها في الدار اللي خذتها في نجل الوادي هذا عاد المهم هي مرأة طيبة ياسر كثر خيرها. المهم جيتها قلت لها باش تهر الاولاد قالت لي كرني قدامك اختار نهار والله الحديث جبت تو قالت لي كنهار قدامك كرني خيطو قال لي راجلها لا اسمك قالت له تسكت جمله كلام لا ولدي جاء انا مش نخدم له الله يرحمها وجاتني طول وليداتي الله يرحمها وي.
الله يرحمها. نعم. فكاليوم صوت بعد فاتن بوساحه شكون صوت؟ مش حتى مرة فما حتى صوت نسائي يعني؟ اسمعني اسمعني اسمعني. انا ما سمعتش. انا حتى توكي نمشي نعدي ونعدي الاحتراف راه ونعدي الاحتراف للمطربين والمطربات والطباله والزكاره والدربكيه والقصاب والمزود كنا نعدي لهم. حتى كي نمشي لبلاد الصالحي للمثاليه تصل ماذا باش تعدى مباشر ما باش تعدى هذايا الصحيح. حتى كي نمشي للمثاليه باش نتكلم نقول تو يجي واحد من المثاليه يعني يسمعني الصالحي ما يحفظوش اسمع الحطاب حتى طرف. قول فما اللي عاد فما سي خليفه الدريدي. لا عاد اسمعني كلم فيه. لا لا اسمعني بابا اسمعني. انا كي نحكي لك في موضوع خليفه الدريدي انا عديت له الاحتراف. حاجه تدوخ. خل نكلمك اسمعني. هو اديب هذاك. كب الفلاره يا البيا. اسمعني عاد اسمعني هذاك اديب. هذاك اديب. بربي شنو الفرق؟ الفرق شو معناها اديب؟ اديب كان قبل يغني بالعصاب الموقف بلاش طبله وزكره. علاش موزيكا؟ كيما سي شاهد الابيض. انت شاهد الابيض خدت عليه تعرفوا ما؟ اي انا عندي ديفري نتاعو جابوا سي رجاء فرحان فهمني. انا عندي ديفري نتاعو جاني جابوا لي سي عبد في الغزي بارك الله فيك. نرجعوا لفاطمه نحب نقول كلمه في السيده فاطمه بوساحه لانه حصل لي الشرف وعرفتها بطريقه مباشره ومشيت بحذاها للدار مره واثنين وقعدنا في الزقيفه وتلقاها ناس بالبراد عال كانون وتعمل لك كويس هكا التاي الاحمر وانت مولدي البناي وقتها بالضبط كانك حاضر. الدار نتاعها عباره على زاويه يقصدها كل من طاحت به الدنيا. دونك ديما دار فاطمه تلقي فيها بالسته بالسبعه نساء اللي طردها راجلها واللي طردها مولاها واللي طردت من الخدمه واللي ما لقيت ما تعمل واللي ناويه تدخل وتولي فنانه. هذوما كل يتلموا عند فاطمه توكل وتشرب وتركد وساعات تلبس. دونك بقدر ما كان صوت كبير بقدر ما كان القلب اكبر برشا مراه من هاك الفوندوات الزمنيه القديمه اللي ربما ينجم يتعاود الصوت. اما فاطمه كفاطمه صعيب شويه باش تتكرر والناس اللي عرفوها على قريب يعرفوا هاك الجينيروزيتي اللي عندها حاجه ما تتصدقش. وهذاك علاش ربما فاطمه رغم السكسيات الكبار فاطمه وصلت على فيلي بوجور نتاع شركات الكاسيت في تونس. هي اللي حكمت بالشقال والعقال في سوق الكاسيت لانه كانوا التوانسه يستناو وقتاش تخرج كاسيت فاطمه بوساحه. لكن وقت اللي توفات توفات في ظروف ماليه معناها متواضعه جدا. فما ناس يقول لك هاوكا كل كرم وكل بدارها محلوله وتعاونت في الناس الكل هاوكا كيفاش وفات ويزيدوا يقربوا اكثر فلوسهم ويزيدوا عليه هكا خايفين على اموالهم خاطر كانها مثال. مش المساله نتاع اموال. المساله اموال هي والمشات. موضوع اخر هذا. موضوع كبير وما نعرفوش احنا. احنا ماذا بينا انا نوصي اللي يغنوا واولهم انا. اي تصير لك مشكله. تمرض. دخلت الحبس جاتك مشكله. ندفع باش تموت. رد بالك خاطر لعنا وزاره سمحه. ما احلاها وزاره سمحه هذه ياخذوها هذه يستعملها في لطفي العماري. لعنا وزاره سمحه في البلاد. ما سمحكش ما احلاك. لا لا انا كان فيك انا من اولهم انا نتكلم انا. اي اي انا كان عنده معرض باش يمدوا لي كذا الخير وكان ما حبوش زاد يلقوا خير. اي سلم ربي والعرب. انا من الاخر. وي. لعنا إدارة معنا لعنا وزارة باش تعمل معاك الباهي. إي إي. عندنا الناس والله يعملوا والله سامحني. والله مش ندافع عن وزارة. والله يسلم أختي نعيمة. والله يكمل. اللي نعرفوا أنا ما تعرفوش أنت. باللي يقدروا على قد ميزانية وزارتنا. ما عندناش ميزانية كبيرة. اللي نعرفوا أنا اسمعني. يعاونوا باللي يقدروا. اللي نعرفوا أنا ما تعرفوش أنت. حنا عندنا صناعية اللي هو الطبال هذاك والزكار هذاك والدريبكي هذاك. تلقاه ما عندوش باش ياخذ بوك حليب لولاده. شنو تجيب بعد في كورونا تعطيه 500,000 ولا تعمل له 200,000 ولا 100,000 شنو هذا؟ شنو هذا؟ اي هو ما خممش على روحه واحنا نزيدوا على خاطر احنا اضعف ميزانيه هي ميزانيه وزاره الثقافه مالوغوزمون. شوف شاف يا رشدي سالوها زمان قالوا لها علاش تموت ياسر على الماده؟ شافوها قالت لهم نموت على الماده باش ما نعديش بقيه حياتي نطيش على الماده. وي وي وحديثنا قياس اشتر ذهب واشتر قياس حاس ترى سموني حاجه النعيمه ترى نتفكرك في الليل وانتي وينك نتفكرك في الليل وانتي وينك يا حاسبتي على الكيل
تحب أيدي دي الاغنيه حب برشا يعجبني ياسر صوته ياسر حلو وعنده اغاني رائعه جدا ونحب برشا كبي الفلاره يا الباي. نحكيو على خليفه دريدي نحكيو على اغنيه عنيد سهر الليل اديب بربي كلمه الاديب هي يستعملوها وقتاش شو استعملوها كيفاش؟ شو معناها؟ معناتها شو معناتها أديب؟ احنا نعرفوا الأديب الكاتب الكبير، أنتم عندكم في الشعر الفن الشعبي كلمة أديب. أديب أديب هو الغناي. الغناي. هو اللي يحفظ ياسر. داكوغ. دوال. يحفظ ياسر والأديب الصحيح هو اللي يجيب من راسه مش ياخذ من عند الناس. كيما الطالب أحمد ملاك. صفاقسي شاعر كبير. محمد الصغير الساسي. شبيل خالص. شبيل. برشا برشا هما ما شاء الله نتفكرهم معناها شعراء ماتوا هذوما معناها مولودين في من عهد البيت هذوما ابني احمد بن موسى معناها لهنا كي نقولوا الصغير ساسي ونقولوا شبيل شبيل هذا يجي خال اسماعيل الحطاب اللي هو تقريبا هو اللي علمه هو اللي غرمه كان ابو اسماعيل الحطاب هو بيدو كان قصاب وبالتالي شبيل ارتبط اسمه باسماعيل او اسماعيل ارتبط اسمه بشبيل وكان يهزوا صغير ويهزوا الفروحات وكانوا ما يشوفوا شبيل ومعه اسماعيل بالنسبه لهم هذاك اكبر فرحه يقول لك يا لا لا يا لا لا جانا شبيل وولد اخته دونك كانوا هكا يفرحوا بهم هذوكم اللي استعرف تاع الوقت هذاك يعني يعني اسماعيل حطاب شرب ملعين من عند معناها الصغير ساسي ومن عند خاصه خالو شبيل هذاك اللي خلاه يقول ويفهم ويصلح وذن معناها انا في فليشتي حاجتي اليوم بمانكان وما فما كان نجيب يظهر لي باش يقوم بالمأمورية هذه تفضل بحذايا نجيب هذه جبت اسماعيل الحطاب كأنك حاضرة نعيمة الجاني كأنك حاضرة اي سي نجيب تفضل ضربت الميكرو حلوة هي اي صحيح يا ستون فيا مع مانكان مانكان جبنا مانكان تخيل انت معناتها واو واتيتك نجم نروح بها ولا لا سيرتو با هذه حقها في متحف ولا تراث وهذه كيفاش يحطوها سي رشيد هكا برا 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 سي رشيد وصابلك معايا سي رشيد هذه جبت سي اسماعيل الحطاب اللي باش نروح بها اي لا روعه ما احلاها نعم ماشيه وجايه اي يا ريت يا حسرة نسيت انا كنت ما كان قبل مي والله كرم دخلوا معاها الطباب ليا والله هي 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 خلي فيها نعم ماشيه وجايه مرة مرة هي نوبة نوبة هي نحب نشكر سونيا بنت سي اسماعيل حطاب اللي مدتنا اللي احنا ياسر نفرحوا حاجه تكافي تحت السور الجبه وش اسمها هذيك الفولاره شي يسميوها سي رشيد متروز متروز هيا تفضل داكور سوبر We'll be right back.
باهي يقعد باهي برواتيتك على الاخر فماش زغريتا على نجيب نعيمة. هذيك تسمى جبة قبرية شخمة. وتتك انت ابيض ما شاء الله لخويا وتتك وجات سمحه عليك. وانا فرحان برشا اللي باش نروح بها. انا داخل حرب ربي شو راه تارك بربي بنته سونيا باش نرجعوها. اي سونيا والله يرحم اسماعيل الله يرحمه واكبر انسان اللي اكثر حتى من ولاده يخلط الرحمه لاسماعيل حطاب هو الفنان الشعبي رشيد الماجري. وي وعلى الناس اقرب انسان ليه مش في المخالطه. اي ثلاثة مرات خدمت معاه. اي. وما وريني شيء، وما علمني شيء لكن يبقى عارف. اي. أنا وذني نظيفة. اي. ملتفتف. خاطر ما كانش مشتري يجي يقول لك يجي نوريك باش تمثل. ثم متقرو تمثيل. هو عندك ما عندكش. تعيدك. يعني لازمك تسرق وتعمل هكا ومن بعد كي تعدي العامين وثلاثة وأربعة وخمس سنين تولي توري روحك اللي أنت تعرف تغني. أما سي رشيد أنت وقت اللي كنت صغير وكنت تغني في باب سويقة. ما كانش بعيد في الكافي شانتا اللي تغني فيها على قاعة الفتح. هذا 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 عام 90. اي عام 90 هزيت روحي شوية. أي. تسمع سي لطفي ما؟ اي هزيت روحي شوية وعملت اكتيفات. بعد خمس سنين سكت. وقت قلت ربي نخدم أنا في صلاة الجامع البرادعية. اي نبداو الخدمة من بعد صلاة التراويح. اسماعيل يبدا قبلنا. فك الوقت هذاك عملت مونجال أنا اسماعيل. هو يجي خارج وانا نغني له صوت صالح يحكي لي اللي معاه مش انا خاطر الداخل. أي. يحكي لي شويه حدا من الروا نتاع الطبله في تونس. تخدم معاه يقول لي دخل وذنه للبافر. قول له اسمع اسمع ودكم بطاع. اسمع شو يعمل. اما عمره مش معناه شكرني ولا قال لي بارك الله فيك ولا لا لا استنى لا اما وصلتك الفايده وصلت. لا لا اسمعني لا اسمعني انا فرحان. اي في بالك انا اللي يقول لي صوتك شبه اسماعيل حطاب يزيدني نجمه يزيدني قراد وطايح في الميزان كي تعرف اللي هو غادي خاطر حشمه ما يمكن انا 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 نوقر الاكبر مني سي بيان. الاكبر مني خصوصيا يبدا فنان مش اكبر مني ما يعرفش يغني واللي ما يعرفش يوزن في الغناء ما نحسبوش. اي اما كي يبدا فنان فوالا اما الغنى بعد السنديد ما ينجمها كان اي هذاك 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 هذيك تعرفش عملتها ما هو هذيك نشكر الشاعر ربي يفرج عليها مبروك عبد المولى كتبها لي الغنى من بعد السنديد هي هو السنديد هو اسماعيل حتى اي الغنى من بعد السنديد ما ينجمها كان رشيد هي وقبلها غنيت له غنايه تقول يا الخمسة اللي لحقوا بالجرة ملك الموت راجية ولاحقوا مول العرك المرة المشهور الدغباجية الخمسة اللي لحقوا بالجرة ناضوا ما طوالة الخمسة ما حكروش بذرة لا يديروا مفعولة ولا يحقوموا للعركة المرة الدغباجي الشهلوالة وقال لك إلاني برة لا حقرة وسخوانة وكان جابت فيك الحرة ربي مع المغبوانة وما سلام سيناوية برة قلبه فيه الهوالة نهار خايب يمنعكم شراه وزغوا مني القوالة تلاقى الدغبانة جذرة كاين محاذية ومركب ما يسوق بالجرة داخل في بنغازية بعد الصنديد الغنى من بعد الصنديد بعد الصنديد ينجمها كان رشيد الغنى من بعد الصنديد بعد العروم اسماعيل ان شاء الله مرحوم بعد العروم الحطاب ان شاء الله مرحوم وهاو رشيد قعد اليوم في المحفل يرزمك الصيد الغنى من بعد الصنديد من ينجمها كان رشيد برافو عليك وهاو الصنديد فيش بعض الاغاني صنديد اسماعيل الحطاب you
عرفت علاش فارقت الوش ما عرفت علاش حب وما وفاش شعل في القلب شرارة يا عيني يا الخمس اللي لحقوا بالجرة نادوا معها دولة الخمس ما حكروش مضرة ليديروا مفعولة ولحقوا مولين عرك المرة تقبلش الشهل ولا يا مولات الدار عبابي يا حلان دار عبابي من كحلان دار كحلان دار صبرات يا مولات الدار عبابي أنا اللي شفت وراء الورا هذيك المرة مشيت معها للتلفزة ذكريات حلوة أي نرجع نحكيو على سي اسماعيل الحطاب الفن الشعبي ذي قديش في تونس ما فهمتش أنا شعب الفن الشعبي حاجة نحبوها ياسر وحاجة كنا مستعرفين بها زادة في بلادنا أنت قلت كلمة باهية في التقديم قلت رجعنا لدارنا أي. يعني لأنه في النهاية وكرك ولا هو على عود يابس احنا لهنا في صلب معناها الموسيقى التونسية الشعبية معناها كما كانت تغنى وتتداول خاصة في دواخل البلاد لأنه ديما المدن عندها معناها ميل أكثر لكل ما يفد من الخارج وذاك علاش فن الشعبي الزكرة والطبلة بقاوا أقل معناها قيمة من الموسيقات الأخرى اللي وفدت علينا من الأندلس خاصة ومن غيرها حتى في 300 سنة الأخرانيين العائلة المالكة العائلة الحسينية كانت بطبيعة الحال تخزر بشطر عين للفن الشعبي او الفن العروبي او فن الدواخل وهمشته معناها بطريقه او باخرى. اما بورقيبه خذلو بثأر ولا؟ بورقيبه وي بورقيبه اولا بورقيبه يذوق ويسمع وبورقيبه عنده حكايه خاصه مع اسماعيل الحطاب بورقيبه عمل قفله سير مرتين في الجمعه يظهر مرتين في الجمعه لانه بورقيبه وقت اللي جاء من في واحد جوان هاك الجاية الشهيرة نتاعو حرص وقتها باش يحضروا له حصان ويلبسوه هاك المظلة وهذاك معناها فن الاتصال باش يبعث رسائل للعروش الكبيرة للقبائل منكم وإليكم ثم بطبيعة الحال
بعد صارت برشا مشاكل لانه نعرفوا صارت بدايه حرب اهليه بين اليوسفيين والبرقيبيين، برشا قبائل من دواخل البلاد مالت لصالح بن يوسف. بعد تجي المحاوله نتاع الانقلاب على بورقيبه نتاع الشرايتي واللي معناها فيها برشا قيادات من الجنوب، فبورقيبه استشعر انه يلزم يرجع يستميل ليه الجنوب. كيفاش باش يستميل خاصه العروش الكبيره نحكوا على المثاليث اللي منهم معناها اسماعيل الحطاب، ونحكوا على اولاد سعيد، ونحكوا على اولاد نفات واولاد دريد وغيره. بطبيعه الحال وقت اللي اعطاه قيمه للاغنيه الشعبيه واعطاها مجال في الراديو رغم انه كان مسكر الباب مثلا على المزود، لانه بورقيبه معناها كان يعرف وقع الاغنيه الشعبيه القصبه والزكرة والطبلة عند معناها التوانسة، التوانسة متاع الدواخل. وبالتالي كان ثم حرص على خلق نوع من أولا ذائقة جماعية وحتى روح فنية وطنية. تعرف يحكوا معناها في دواخل البلاد كانوا التوانسة نهارة الجمعة خاطر كانت الراديو فال. هنا نحكوا معناها الديبيو لزاني 70، العباد اللي عنده بهيمه يوقفوا، اللي عنده موتور يوقفوا، اللي في الخدمه يخرج، والناس الكل يمشوا عند اللي عنده راديو خضار ولا جزار ولا بياع، والناس تقعد تتصقر اسماعيل الحطاب ومن مع اسماعيل الحطاب حتى للي تكمل. يعني حكايه كامله تخلقت مع اسماعيل الحطاب، وحتى كي مشى لامريكا بورقيبه هز معاه اسماعيل الحطاب. وبالتالي يعرف معناها بورقيبه اش معناها فن شعبي، اش معناها هويه بلاد. هذيك كان الهاجس تاع بورقيبه خلق هويه وطنيه قوميه تونسيه، كان من ابرز عناوينها الشعبيه اسماعيل الحطاب، وحكينا مرات عديده على المجالات الاخرى. وي سونيا، اسماعيل الحطاب في البيت الابيض دونك في البيت الابيض وفي الجنوب بورقيبه كان يعرف قيمة اسماعيل الحطاب على خاطر لإلقاء بعض الخطب نتاعو بالمشاكل اللي كان يحكي عليها لطفي، كان يستعين باسماعيل الخطاب. يمشي اسماعيل الخطاب يغني من الخطابة جاية تلمون في الكوميونيكاسيون يستعملوا فيه مش يتلموا براهو في لا الشيرة هو الخمامة شيرة السيدي بوزيد جبنيانة القصرين البلايصة القروان الكل هكا ولاسي الماجري مش الجنوب الجنوب خاطر الجنوب ديما عندنا عبيد غبوند والكل هي انت تو كنت تحكي على الخمسة اللي لعبوا بالجرة وشكون اللي كتبها؟ كتبها ولد عمك التومي القبوندني هاو ما يتحدث عليه حتى حد والخمسة راهم اللي لعبوا على الدغباجي هو اللي قتلهم راه مش هما اللي قتلوه العباد ماشي في بالهم خمسه لحقوا على الدغباش هو اللي قتلهم هو اللي قتلهم بس هذا هو مجموعه معناها من اللي حبوا يستهدفوا الدغباش يقودهم واحد يقولوا له الكيلاني المحضاوي حبوا يقتلوه الدغباش البطل صفاهم بالواحد بالواحد فتومي القبنطي كتب بالمرثيه هذه وبطبيعه الحال غناها اسماعيل الحطاب في تار خلق معناها وتثمين البطولات وبتشجيع حتى من بورقيبه لانه يعني بعد تشوف حكايات اخرى على المنوبي الجرجر وعلى الدغبش كان فما مشروع كان فما مشروع كان فما كانت ناس تخمم كانت ناس تخمم اكزاكتومون دونك جو ديزي اللي بورقيبه كان يمشي اسماعيل الحطاب يغني تتلم العباد بعد هو يطلع بورقيبه يعمل الخطاب نتاعو كان سياسي يخطط سياسي كانت فما ناس فما ناس عندها مشاريع معناها اكتمل المشروع الموسيقي الرسمي للدولة على خاطر كانت فما ناس تخمم بالفن الشعبي اسماعيل الحطاب الطاهر غرسة المالوف بيناتهم صليحة جمعت بين هذا وهذا دونك كان فما مشروع موسيقي في تونس واكتملت الصورة بال 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 بالنوعية هذه المالوف من شيرة الشعبي من شيرة اللي بين البنين من شيرة وكان واعي بورقيبة اللي الفن الشعبي يمس به عمق البلاد دونك وقت عمل القافلة تسير مش برازا مرتين في الجمعة شبيك تتعدى قافلة تسير مرتين في الجمعة وشكون معناها صيت اسماعيل الحطاب في الإذاعة كان سيتي معناها مش ان اون بيرسوناليتي تلقى وراها عبد العزيز العروي اللي نحكيو عليه الجمعه اللي فاتت بن جد وناس واقفه
والدز على خاطر كان فما فعلا مشروع. بربي لو حبيت نحقب على كلام لطفي، قلت جاي من الاندلس الغناء، جاي من مالوف من بعد مالوف من ما حتى الغناء. باش نفكر باش نقول لك على حكايه. مره انا مشينا عنا عرض، عملنا عرض مسرحي في مدريد، وبعد السفاره التونسيه استدعتنا دون ان بتي ريستورون في سالة مدريد ولا في مدريد؟ لا لا في مدريد، برشلونه ومدريد. عملنا زوز، عملنا زوز عروض. بعد العرض السفاره السفير استدعانا لل دون ان ريستورون فيه اون بتيت سي. والله يا لطفي الراجل يغني ريتنا كيما يغني كيما الصالحي نتاعنا، يحط ايده هكايا ويغني في غنانا كيما يغني سيرشيد بالضبط الصالح هذاك. تفرق كيف الاسامي برك بركة اللغه، معناها اللغه الاسبانيه اللغه والاسامي. جاوك الرقصات نتاع الفلامينكو ورقصوا، معناها عملوا رقصه بالفلامينكو وغناوا، مي فريمون للديبي المقدمه الاولانيه غناها كيما، وحتى يحطوا يجيهم هكايا ويغنيو. مي سيتي اكستراوردينير، معناها تراثهم. نتصور انه حمص متمدين ومن نعرفش بتتغ خليط بين هذا على معناها. بتعرف اسماعيل حطاب كي جاي لتونس العاصمه مسكن في حي بوسلسله، كان عنده معناها محسوب استاذه صالح بن زيد ولا صالح الدغباجي اللي بعد مش ياخذ عارف مرقص عارف اسماعيل اي بعد خذا عيشه، ما كان ثم عيشة أمامية، عيشة أمامية يشتغل الزوز ورا صالح. ومن بعد بطبيعة الحال كبر اسماعيل ولا هو المعلم، حتى صالح بن زيد يفلك وقتها قال الراجل جبت صالح بن زيد معايا يا اخي هاو باش يطير بيا. انا فكرني بحكاية شو اسمه امادايوس، حكاية موزار والاستاذ نتاعو ساريلي. دونك من بعد من حي بوسلسطة يولي موجود في الحلفة وين وفي الصالات اللي موجودين. علاش؟ لانه تونس وقتها يا فرح صارت فيها برشا موجات كبيره نتاع نزوح من دواخل البلاد، وبرشا جايين من الجنوب الدويريه والشنينيه و و و هذوما الناس اللي توجدوا في تونس العاصمه وكبر عددهم يلزمهم تعبيرتهم الفنيه اللي يسمعوها ويلقاو فيها رواحهم ويعملوا بها في روحاتهم. فبطبيعه الحال لقاو في اسماعيل وكانه معناها كالمتنفس. قبل كان باش يسمع معناها الطرق ولا باش يسمع معناها موقف يلزمه يهبط للشنني ولا الوذرف ولا يروح ما نعرفش وين. توا جاتك الحكاية واستقرت الناس هذوما، وكيما جابوا برشا عادات أخرى وحكينا مرة حتى تربيتك الكبش هذاك اللي ولت عادة عند شوية هكا التيتي نتاع الأرباض ديما تلقاه مربي كبش. هو الكبش هذاك في الانكونسيونس يربطوا بثقافته الرعوية الكولتور باستورال اللي مثلها اسماعيل. اسماعيل كان يسرح مع بيور أما مش أي حاجة راهو السارح. يقول لك الرقصات محلية، يقول لك الخماسة نزاسة، أما السرحة رياسة. السرحة السرح حاجة كبيرة راه حتى في مخيالنا وفي تاريخنا. فماش نبي ولا نبي إلا مسرح. دونك كل ما نبي إلا ورعى الغنم. دونك بقت الصورة هذه ولقاو هالناس الوافدين على تونس العاصمة وعددهم كبير ياسر، لأنه حركات النزوح كثرت خاصة في نهاية الستينيات. ولاحظ وهذا ما نحكوش فيه بالكل، أنه نفس الحكاية قاعدة تتكرر توا في العشر سنين هذوما. فما حكاية مليون نازح من داخل الجمهورية إلى العاصمة. احنا سبقنا نزحنا في ليزاني 80 توا موجه قويه وقويه ياسر، لانه داخل البلاد منسي. العباد تعتقد انه في العاصمه الامور خير، تجي الناس اللي باش تجيك هنا العاصمه غدوه يلزمو يلقى تعبيرات فنيه نتاعو كيما يلقى المزود كيما يلقى اسماعيل. غدوه ربما تطلع ناس اخرى تغني موزيكا اخرى تلقى فيها العباد هذه رواحها. دونك بورقيبه كان يعرف انه دواخل البلاد شيء، المدن الكبيره شيء. فاستقدام اسماعيل اعطاه الراديو ويعرف اللي فما حاجه ليه. فصارك اللقاء بين اسماعيل وبين ذائقه فنيه متعطشه للعروبيات وللصالح وللعرضاوي. قلت على زينه وعزيزه، قلت على عائشه اماميه، فما زاد زهره الانبوبه واختها السيده كلهم اخواتي. وانا نحب نعمل تحيه كبيره كبيره للصديقه، عندي صديقه عزيزه عليا برشا اللي هي سعيده الخضراء اللي هي تو مريضه، نتمنى لها الشفاء ونحب نعملها تحيه كبيره. وان شاء الله كما قال سي المجدي وزاره الثقافه ما تنساهاش وتعاونها، خاطرها بالحق مريضه ومستحقه شكون يقف معاها. اللي شفتوا في النوبه هذوكم اللي تشوفهم غادي مع سعيده. سعيده مع النخره زاد اسمها حبيبه النفزي، اما اني مريضه ما تاخذ بقدوها. ربي يخليك. ورخصتها بخمس سنين. وي
رخصتها الاعتراف الفني نتاعها خمس سنين. وين من وزارة الثقافة؟ ما عندش تعمل، تخدم عادش نجيب تخدم مريضة. مش هي برك عدة عباد خويا. نجيب أنت تعرفهم الرقصات اللي بداوا في لي تابلو هذوما مع إسماعيل الحتاب ومع الفن الشعبي. تفرجت في النوبة، تفرجت في الحضرة. وي. معناها للحضرة ما فيهاش رقصات هكا، فيهاش. بدات النوبة، حضرة. نوبة قبل الحضرة، نوبة بعد الحضرة. شابوا لبعضهم، ما فماش فرق كبير ياسر. التراث نتاعنا لقيته مودرنيزي ريفيزيتي كيما نقولوا، وعرف سكسي كبير في تونس معناها حتى الى يومنا هذا. النوبه ولا الحضره يعملوها في القبه ولا في كارتاج ديما يتعب. دير ما نفهمش علاش يعملوها ديما مره ولا مرتين ولا ثلاثه مرات في العام، كل مره تتعب يفهموا معناها يكرروهم. وهذا تراثنا والموسيقى نتاعنا احنا. خلينا نشوفوا نذكروا هالرقصات اللي رافقوا اسماعيل الحتاب وغيره من الفنانين الشعبيين. تفضل. زوجات اسماعيل الحتاب في الرقصات هذوما. اسماعيل الحتاب اول ما اول ما جاء جابوا الحاج نصر الحامي هذا كان يخدم مع صالح الدغباجي، هذا صالح بن زايد. كانوا كي يمشيوا للمرسى اسماعيل الحتاب اذا ما يشتحش وما يغنيش يضرب الحجر. هذا المجد الموثوق به. قال له مو يعرف يغني صالح بن زايد خلي نصر، قال له مو يعرف يغني اسماعيل برا جيبه. مشى جابه من المرسى. وقبله جاب له خاطر خالي كان سمح وكان نصر الحام يسمر هذا. هو عارف الكل، عارف طول الكل. وصح تبدا نجيب عيشه اماميه. وجاب اختهم زهره حوقه. ثلاثه جابهم شطحوا مع اسماعيل مع 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 مصالح بن زايد، ما خلطتش عليهم انا. من بعد اسماعيل كي جا اسماعيل خدم مع صالح بن زايد صانع. خاطر بطبيعته يقص بشويه ويغني. وتعلم الزكر على 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 صالح بن زايد. وقت اللي عرف روحه وقف على ساقيه يحكي لي، قال لي كي نبدا نذكر ونشوف في خياله نلقى هكا يعمل في راسه. انا كنت تلفت له جبد له شرم له فمه من هنا. شرم له فمه بك القصبه نتاع الزكر. يحكي لي انا في بيرو، ها في بيرو اسماعيل الحطاب. بعد مات صالح بن زايد اخذها يعني هو شرب له فمه. ما فهمت فك له زكره من فمه، معناها ما تعرفش تذكر. ما تعرفش يعني مو كنت قبل المشكله ما تورى قبل ما يعلمك شيء وذنك وعينك وسرقتك. المهم هو من المذكرة الممتازين في تونس. والذكاره تخدم بعد الكل عارفهم اسماعيل الحتاب.
واللي غنوا كل ملادي حبوبه وانتهاب حتى العبد لله. كنا نعرف نسمعي حتى اي وما ثمش بشر ما تمش مع اسماعيل وي وسمعين في العمر وفي السبعين سنه في ال 75 سنه قرجم انتكت ربخت بالقدام بالقدام وقت ولا يقول هكا اهل الصبر من فانية نصبرت ياسر والصبر من فانية نصبرت ياسر داي للصبر من فانية علينا حب وراحة وما وداني نصبرت ياسر داي لا كركزة لا كانوا قبل سي رشيد حبيبي تبارك الله عليك الحقيقة اسمعني هو نورمال حقك تعلموا حويجة هو لابس هالجبة يسمعنا حاجة إذا كان اسمعني إذا كانوا مغروم حتى كي يبدا عمره 100 سنه راهو اللي يبدا مغروم عم يتسين عم يتسين مغروم يجيب زل له حاجه زل له حاجه يعاودها تراه تراه جرب جرب تبع انسج على هذا المنوال ودي فرصه خد معاش باش يعلموا ايوه يمكن حتى بالرسمي للمغنين بالحق ما نجموش يعاودوا يتعاود فيها كيرا يا سي نجيب مش تعاود هنا قلنا برك اش قال بابينات هذيك قول له قال والرقراقي جوجل ترانسليت الجم والشط والموج والرقراقي الرقراقي راه مش اسمه الرقراقي معناها اش قلت؟ مالح الجم قال لي ريني المغربي هذاك الرقراقي لونترنور كلام شعر اه سي اه وجاتك من هنا عملت لك فصيل وبيدعاء ترى وري انت اصلك الارشيد منين؟ منين سي لا تشوف سؤال طيب سؤال طيب بالحق هو برجب من قصور السيف قليبه خاطر مؤخرا فما قليبه فما قصور السيف برجب زاده اللي نحن اسمعني اذا كان في قصور السيف ما عندهمش واحد يعرف يغني البدوي وإذا كان في قليبي ما عندهمش واحد يغني البدوي قليبي معروفة بالفولية بالفولية شو ولاد بن سعيد شو يعملوا؟ شو يعملوا؟ يغنوا؟ لا معناها موجود العرش جانب كبير موجود في الشريط الكل تحكي تو على المطرب عليه يغني مش تحكي على العرش العرش في البر تسمع الحطاب بتعرف وش قال وانت خير ايش قال؟ اسمع يا اللي تحب تغني الفن الشعبي ينام ولا اسمع دونك ما تلعب بيا شويه قال لكم في الدومين هذا بس اسمعني اسمعني شويه سيد خالد كامل بركه ما داخله معك صغيره من بعد طلعت الموضه هذه انهم الفنانين الكبار يعملوا اغنيه فيها الاسم نتاعهم خاطر التلميذ وشكون كان يحكي لك توا هذه حبوبه صحيح هذه حبوبه والمعمل حبوبه بالصوت يغني حبوبه بالصوت يغني وفما زاد لطفي جرمانه خذا الصنعه على اسماعيل حطاب ومن بعد ولد ظاهرة كل فنان يطلع يكبر يحط اسمه هكا في الغناية دونك بدا المعلم الكبير هاو حتى سي رشيد قال لك الصوت صوت الصندوق زي قدو كان رشيد الغناء اللي يغنيه اسماعيل حطاب يلزم له رجالة ويلزم له ثانيين ركبة ويلزم بشر يكون فيهم الراجل ايش قاعد يعمل ساعة هذا الوقت وثاني باب اسماعيل حطاب كي قال اسماعيل تحب تغني اخي بغناية غناها في حياته انا نتكلم انا نعرف نسبه تعرف علاش تعرف علاش معناها اسماعيل حطاب رشيد الروا هو القدوه من فلان لفلان قال انا فلان انا لا هذيك الاغنيه الخايبه اللي غناها اسماعيل
وقصدت فيها كل من شد ميكرو وغنى، وانا نعرف شكون قاصد راه. خاطرني عشت معاهم، انا كي دخلت هذوما ما عنديش مش بيض، دخلت عمري 15 سنه، انا عندي 39 سنه. تبارك الله عبد اللطيف الغزي. كيفك؟ عبد اللطيف الغزي معناها تبارك الله معناها فنان كبير، ما كنتش يعني تلميذ اسماعيل، خلينا نقولوا معاك كلمه مثال. تفضل. بعد خالفني محمد الشيرني اللي تربى على يد اسماعيل، تربى على الشيرني. الشيرني تربى مع اسماعيل. الشيرني واش يقول لك؟ يقول لك شربت من البحر. اقوى من هكا ما فماش اعتراف منه باسماعيل الحطاب. إيه هذا المشكل فيه؟ ما قال حد كلمه خايفه. وخذيت عليه الصنعه وعلمني وكذا، فيلخصها في كلمه يقول لك شربت من البحر، يعتبر اسماعيل منبع من المنبع. بحر تدخل يا تعرف تعوم يا تغرق. وبرشا دخلوا يتبعوا في اسماعيل وغرقوا للاسف. سيراجي، البلدان المتقدمه الكل يبداوا فخورين بفنهم الشعبي، وتلقاه في مناسباتهم وحفلهم وكل. في تونس هالشيء مع بورقيبه قلنا سي بيان في لا ميزون بلانش، معليش زعما يستعاروا به الفن هذايا؟ خاطر ما يعرفوش. هو موزار شنو الاقتباس نتاعو الكبير؟ موزار ولا كبار الملحنين الاوروبيين اللي نتكلموا عليهم، موزار وحتى بيتهوفن. الفن الشعبي. يمشيوا للفن الشعبي، يمشيوا الاصول للفن الشعبي باش يستوحوا منه بعض اللقطات وبعض الوحدات. يعني حتى بعد ما اشوف موزار ياخذ الفن الشعبي النمساوي ولا الالماني ولا غيره، هو بدا في نابولي. نابولي اللي هي البلكانتو. نابولي هي العاصمه نتاع الغناء الجميل. بلكانتو عملوا له اوبرا، الاوبرا سان كارلو في نابولي، اللي هو معبد الفن الموسيقي في نابولي. اللي كانت نابولي كانت مملكه راهي مش ايطاليا، مملكه. وجاء موزار ولحن وادى الالحان نتاعو غادي، بدايه من الالحان الشعبيه الموجوده في الكامبانيا، يسموها الكامبانيا هذيك، بقعه الفيزوفيو والبومبيي وكذا. اما الصحيح هو انه الموسيقار العبقري يستوحي من فن شعبه. يستوحي من فن شعبه. صحيح، هذوك المجتمعات اللي منسجمه مع نفسها. متصالحه. مجتمعات ومتصالحه. احنا نعيشوا في حاله من الانفصام ومن النفاق. احنا نرجع لك الكلمه نتاع ابن خلدون، يقتدي المغلوب بالغالب. هذا اللي خلانا عندنا نظره دونيه شويه للفن الشعبي، للطبله والزكرت. احنا كيف في 2016 وقت اللي مشينا باش ناخذوا جائزه نوبل، مشينا لوسلو هزين ليهم بيانو. عاد تمشي بزكره وبطبله حتى تعمل لهم تريح تونسي باهي، ماشيين للي سويدوا هزين ليهم بيانو. باش تفهم معناها هيك العقده نتاع صحيح، نحبوا نعجبوا الاخرين، مش معناها تحبوا نتصالحوا مع انفسنا. وللاسف اليوم الفن الشعبي اللي تحكي عليه فرح، صحيح راهي في دواخل البلاد، والناس كي تحب تشيخ وتحب تربخ يلقوا كان الطبال والزكره وزيديهم المزود. عمري ما شفت واحد عمل ارسو بالراب ولا بأغنية ملتزمة. دونك الشعب الكريم العادي الزوالي متصالح مع نفسه وشيخ، وعندنا نخب سواء نخب اجتماعية ولا مادية ولا فكرية عندها العقدة هذه. راهو تلقيه في الكهرباء عنده وخر غنايه نتاع اسماعيل الحطاب ولا احمد المناعي ولا محمد الشيرني. بالسرقه يسمعها ولا فهمتني. لكن وقت اللي يحكي بطبيعه الحال يحكي لك على موزار ويحكي لك على السانكيام وعلى النوفيام وعلى وعلى وعلى. سي با فاسيل باش تغني في يغزر اللي لا لا ما حدش المقطع اللي عمله لنا السي الماجدي. انا نتحدى اي مطرب انا نجم يعاود. شوف وجيب مطرب والله اللي نجم يعاود كما قالوا هو. وهو صاحب الفعله الجميله وقت اللي عمل سهرة الشعر الشعبي، وجاب وقتها صليحة الجدليانية هذيك والشاهد الأبيض والجماعة، كيفاش كانت الرياكسيون تاع الببليك؟ عملوا فيه. فوالا. لا عملوا فيه. لا ما هما داخلين. الفكرة هي الفكرة تاع الجزيري. دخلوا 150 فنان. 150 جايين من كل تونس، من بر تونس كله. فاش دخلوا؟ كات كات باشي. كلهم داخلين في كات كات باشي. الجمهور قد يمكن دقيقه يخمم، بعد بدا الجمهور الصغار بداوا هامجو 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 هامجو. بدات كارتاج تهزت وتنفضت ولات سهره من اجمل سهرات
التاريخ نتاع مهرجان كارتاج. معناها انه مهرجان كارتاج نتاع تيوتوراكيس ونتاع نتاع الكبارات نتاع الموسيقى الفرنساويه واليونانيه وكذا. تيوتوراكيس كانت سهره عظيمه زاد. لكن نهار اللي جاوا جماعه الفن الشعبي قلت لك 150 فنان تحل المرقوم والزرابي وشعلت النار وكذا، الناس ولات في سينا اخرى. ترى حتى الوقتاش دامت للثلاثه نتاع الصباح، بدات العشره نتاع الليل دامت للثلاثه نتاع الصباح والناس تستمتع. فوق شوفوا التسجيل توا التسجيل يجري وراه. كان 2016 عملنا الفلاقه، عملنا الفلاقه سي نصر الدين شبلي، الناس ما روحتش خاطر تم فرقه خدمه قبلنا تستنى في الفن البدوي هذا الشعبي هذا اللي نغنيو فيه. يعني بلاصه كامل نصف الليل برغم ما عطوش وقتنا في الوقت هذاك، عطونا ساعه وربع ساعه ودرج فهمني، كان ساعتين خاطر تم فرقه الوطنيه خدمه قبلنا فهمني. في 2017 طلعت الكارتاج غنيت على السيمفونيه هذيا اسماعيل الله يرحمه مع السي الفاضل الجزيري، قال له نحب نغني نحب نعمل لك بين الوديان ودزيتيلي، هاني جيت على السيمفونيه وما كتبش المكتوب ومات الله يرحمه، وغنيت انا غنيت له غنيت له الزوز. كيفاش بالسيمفونيه؟ ما احلاها الفكره. السيمفونيه. خلي سامحينا فرح. انا غنيت عيني رات كيف فوق الرب وغنيت خمسه العقوب الجره. عيني رات خيال فوق الرب عيني رات خيال فوق الرب وتحلف جاد يغزال رضا على ابوا وتحلف جاد يغزال رضا على ابوا. وفي جروت الخمسه الحكومه بجروها في الفزان. كنت تقول حاجه؟ كانت ثم عنايه رسميه بالفن الشعبي، اولا صح تدريسه في معاهد الموسيقى، استجلاب اساتذه موسيقى من اوروبا الشرقيه من بلغاريا من روسيا من الصين، وعندنا اجيال متخرجه درست عليها. وكانت في الصيف في وسط مهرجان كارتاج فما وسط مهرجان اسمه مهرجان الفنون الشعبيه يستجلبوا فيه الفرق الرقص والغناء الشعبي من دول اوروبا الاشتراكيه وكانوا يجيوا في اطار التعاون الثقافي. وقتها كان خطاب بالحق وحوار حضارات وثقافات، تمشي تتفرج في دي تابلو حاجه مبهره في الرقص الشعبي البولوني، الرقص الشعبي اليوغوسلافي، الرقص الشعبي الروسي، يعني كانت متعه صراحه. على فكره لطفي ما عادش فما فرقه فنون الشعبيه ما عادش نسمعوا بها. فرقه فنون الشعبيه تسافر وتمثل تونس البرة تو ما عادش نسمعوا بها الجمله، ما عرفتش علاش. اللي هو اصلا اسماعيل الحطاب راهو ساهم في تاسيسها. يعني كان هذا كان معناها مشروع دوله. اليوم فماش ناس تفكر فماش ناس تخطط، وزارة الثقافة عبارة على وزارة الشؤون الاجتماعية وما تحب يعني باردو مازال مسكر وما تحب باردو وذي وقتها نورمالمون مسكر دونك وتتواصل صراحة. باش يحل في مارس بالحق سونيا إذا خذيت به ماني يحل المارس هكا بلا بلا لوجيك. التفسير الوحيد سي شادي الخريبي الله يرحمه مشاء كان عنده فكر حول المشروع الثقافي الوطني ويقنع به في بورقيبة، هو اللي يقنع بورقيبة، هو اللي يهز الأفكار. ثم صالح المهدي الله يرحمه وي هكا الموسيقار الكبير كانوا ينتقدوه على خاطر يعمل عيد ميلاد بورقيبه وعلى خاطر لكن هو اللي كان حجر الزاويه هو اللي كان شاد الدمان كان هو شاد الموسيقى في وزاره الثقافه وعبد المجيد بن جدو في التلفزه والاذاعه كفلاتير وبالتالي معناها كل البرامج أي وكان هو تقريبا الفيلتر وعادي بورقيبه كان يقوم من 5 تاع الصباح يسمع الاذاعه ويعطي ملاحظات كان يعمل المراقبه عبد المجيد بن جدو مراقبه على الكلمات نتاع الغنيات يتغنيو في كفلاتير وي دونك كان فما صنصره مش كل شيء يتعدى تنظيف لانه فما برشا كلام اخضر لازمك تنظفو الشيء اللي عمله بعد ان شاء الله ان شاء الله كلامنا هذا يوصل للمسؤولين في التلفزه التونسيه. احمد حرزله الله يرحمه عمل برنامج اسمه ديوان الفن الشعبي واللي نصحوا به صديقنا علي سعيدان، وكان برنامج يا فرح دار به الجمهوريه الكل وقدم فيه خدمات لا تنسى للفن الشعبي وعرف بالفنانين والشعراء الشعبيين في كل مناحي الجمهوريه. اليوم بطبيعه الحال الحكايه نحكيه لزاني 80
علاش تلفزة الوطنية واحد ولا اثنين ما تعاودش تبثك الحلقات هذيك؟ خلي الشباب يشوف ويفهم شوية ويعرف تاريخه. ما ينجموش عندهم نعيمة جاني في الأسبوع في يشوف لي حل. يسالش أسيدي قبل ولا بعد نعيمة؟ أخي نقفوش على نعيمة معناها تو زوز تلاب السنين. يا حدا قد يحبوك يعني في تونس الكل والله. حكيتوا على اسماعيل الحتاب، حكيتوا على هالعلامه في تونس، على هاللغوة تسميها اللغوة. كيفاش عايلت اسماعيل الحتاب اليوم باش يحكيو في ميكرو امل زاويه؟ امل اللي زدنا نقولها مبروك خطبتها، كيف الخطبه مشيت لدار اسماعيل الحتاب؟ شكون كيفك امل؟ خلينا نشوفو. مشاهد ترجع بينا سنين وسنين وترجع بينا لعمق الذاكرة الشعبية، وكنقولوا الطبلة والذكرى نقولوا إسماعيل حطاب. هو روح التونسي والفن البدوي، ديما حاضر في جونا وربوخنا، وأغانيه التوى محفورة في ذاكرتنا. هو تعرف عليا في فرح خويا، هو أصله صاحب خويا برشا زملاء مع بعضهم، جاء خدم له فرحه، قلب جاه ربي بجاه فرحك الليلة، طفلة اللي لابسة عربي الحرام والخلخال وتشطح وقدامك أشكون؟ قال له أختي هذيك، قال لها يمي راهو هكا وهكا، وراهو هذاك إسماعيل الحطاب اللي خدم لي فرحي، راهو شاف جنات أختي وراهو راهو حب عليها. قالت له يا وليدي كيفاه؟ مش معقول، هو ما أخذها سبعة واختك صغيرة تو مش متاع ما ياخذها، عمرها 15 سنة كتب المكتب وخديته الحمد لله ولاباس، عشت معاها الله يبارك إن شاء الله كل كما قراها كل بنية تشوف اللي شفته وانا واللي فرحت وانا بلين مات الله يرحمه، ما صارتش بيناتنا كلمة حتى بالضحك حتى باللعب. عندي ولدي اسمه أحمد توفى عمره 30 سنة، طلع عليه غناية يقول أحمد يا ولدي يا غالي نضحي عليك بروحي ومالي، أحمد يا غرة عيني يا اللي بيك زهدت أيامي، كلمات تحمس عليه عندك أحد عليه. بعد عام كمله بالصدمة بتاع الموت، أعطوني كرني أبيض في نهاري، عمرك شريت واحد يمشي في نهار ويجيب الكرني ويروح؟ قال له مرت إسماعيل الحطاب تو تعطوا الكرني، تاني كرني روحت. قعد عندي مدة برشا نداوي بيه، نداوي بيه كامل الجمهورية، قعد عندي برشا. من بعد كي تولى ضي اللي بعد الزين بعثوا لي مرجل للدار هنا، قلت لي سامحني باش مني انا بعثوني هكا، هو خذيت الكرني ومشيت من وقتها. في العام يعطينا بتاع التأليف ولا ذيك تاع الدكتور معناها يعطينا في العام مرة 300 مرة 400 مش ديما فرد، قالك ليه نقصت السيديات نتاعهم عادش يمشيو برشا، يقولوا هاي تعدى في كل سنة تتلافز في الراديوات وواحد كيفاش ناخذ المونطون هذا معناها، أما نطلب حاجة بركة هي العمر لأمي معناها هذاك باش نطلب منها، وكان كان شهرية كان عملوا لها شهرية ولا مش لازم. إسماعيل الحتاب نجم الإذاعة ونجم برنامج تحت السور كان اليوم. إسماعيل الحتاب اللي عرفت لي سونيا خذيت مع تاكسي والله حكي هكا مرة، وأنا ليسيان نقرا في الليسي ما نعرفش واقفة باش ناخذ تاكسي، وقفت تاكسي وفما راجل كبير قال لي بنتي وين ماشية؟ قلت له ماشية المنزل، قال لي أنا ماشية لريانا، ساش نركب معاه؟ قلت له تفضل.
كي طلع في التاكسي، التاكسي تخرج من عقله يسيح حبس بحاله وقال شفت شكون؟ انا ما نعرفوش معناها، شفت الشبيبه لازم يعرفوا حد. فضحني التاكسيست، فضحني. وقتها اكتشفت اول مره في حياتي فما شخصيه بارزه اسماعيل الحطاب، الله يرحمه وينعمه. وتوا شنو باش نكتشفوا معاك كتاب اليوم في حلو الكتاب؟ باش نكتشفوا لا ديرنيير اوداليسك دو فيصل باي. وي وي. دونك لا ديرنيير اوداليسك دو فيصل باي، اللي هو فيصل باي حب يحكي على جدته صفيه اللي هي علجيه. علجيه جات من جبال القوقاز، وقع تدمير وحرق القريه نتاعها، جات باعجوبه من المجزرة اللي صارت في القرية متاحة. ومانيش باش نحكي الكتاب الكل، لقات روحها في قصور اسطنبول، ثم مع انهيار بدء انهيار الدولة العثمانية تتهدى للبي في تونس، وتبدأ رحلة صفية في قصور البيات في تونس. هي قصة صفية، لكن هي خاصة قصة شخصية بارزة جدا اللي مع الأسف ما حكيناش عليها برشا وما فماش برشا مراجع عليها، اللي هي ليلى قمر. ليلى قمر هذه المرأة البية اللي تزوجت ثلاثة بيات. ليلى قمر اللي هي بيدها علجية من العلاجي، وتزوجت الناصر بي، علي صادق بي، بعد علي صادق بي، ومن بعد علي، ومن بعد الناصر بي. دونك ثلاثة بيات، واللي هي تبنات صفية ربيتها وقراتها، والرحلة تقودنا حتى بعد الاستقلال 1957 باش نعرفوا مصير صفية اللي من جبال القوقاز تلقى روحها في سجون تونس ما بعد الاستقلال. دونك ان تري بو ليفر دو فيصل باي، لا ديرنيير اوداليسك، اخر علجيه. شكرا سهنيا، وكانت هذه فقره حلو الكتاب. احنا باش نكملوا مع برنامجنا مع الاغتيالات السياسيه. شكري بالعيد اللي من نهارين كنا في ذكرى العاشره لاستشهاده، ولكن في الجزء الاخير من تحت السور، يعني بعد الفاصل.